في الحقيقة امبارح في مهرجان محكى القلعة كان في حفلتين عليهم إقبال كبير جدا من الجمهور. الحفلة الأولى غنت فيها الفنانة اللبنانية تانية صالح وقدمت مجموعة من المواويل والأغاني التراثية. الحفلة الثانية كانت لفريق بلاك تيما اللي قدم مجموعة من أشهر أعماله وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير. الحمد لله الحفله تبقى جميله باذن الله، واحنا مبسوطين بجمهور بلاك تيما وجمهور لاول مره يحضر حفلات وجمهور القلعه ومنطقه القلعه والمنطقه المحيطه. بشكر وزاره الثقافه ومدير الاوبرا استاذ مجدي الصابر، شكرا جدا ليكم. اجواء الحفله مختلفه خالص لانه احنا في مكان تاريخي عظيم زي قلعه صلاح الدين، والحقيقه ان مهرجان صيفي عظيم برضه بتنظمه دار الاوبرا المصريه. احنا فخورين ومبسوطين ان احنا موجودين في المهرجان. المنظر بتاع المهرجان والابهار اللي موجود واحتياطات الامن العاليه جدا الحقيقه اسعدتني انا كراجل سني 80 سنه. انا جاي مع احفادي. الحفله تحفه الصراحه، انا جايه عشان بلاك تيما ما سمعتهمش بقالي كتير قوي لايف وكده يعني، فالحفله جميله الاجواء حلوه جدا بجد. يا ناطر هالحضاره لا يزيد العماره شي بيت او بيتين شي لحن او لحنين وحسابك بعدين حسابك. حقيقة أنا كتير مبسوطة أنه هالليلة الجمهور مختلف عن الجمهور معود عليه، وهو مختلف بين بعضه يعني، في من كل الأعمار من كل المناطق، فلقلي هيدي كانت تجربة كتير مهمة، وعدد الجمهور اليوم اسم الله كان كبير، بقى مبسوطة كتير، شكرا لهم يعني. سعيدة جدا، الحفلة جميلة وفي ميكس جميل ما بين الأغاني والمزيكا، جميل. حاجة تشرف جدا، و يعني دي حاجة كنا متوقعينها بعد الفترة الأخيرة دي، الحمد لله في تطور دايما يعني، والمنظر السنة دي كمان بالذات تحفة 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 جدا يعني، ما شاء الله حلوة. هي القلعة لوحديها دنيا تانية يعني، ما بالك أنت بتعمل فيها حفلات، فأنت بتحس إن أنت في عالم تاني خالص، مزيكا مع شوية هواء يرد الروح يعني. لا يعني القلعة ومهرجان القلعة دايما غير أي حاجة تانية في أي حاجة. هي حاجة جميلة وخصوصا إنها بتتعمل كل سنة، فدي حاجة تشرفنا احنا كمصريين ان في حاجة بتتعمل في بلدنا لجذب الدول اللي بره والناس بتاعت الدول اللي بره، فدي حاجة ممتعة بصراحة لينا احنا. حلوة قوي واختيار موفق، والمكان مش حاسة بصيف، حاسة ان لا الجو لطيف قوي. محبوب وما فيكش اي عيوب، مهما تغيب عن عيني نورك على الشط، حبك اغر أول مرة أجي النهاردة، وبصراحة أجواء جميلة جدا يعني، تحس كده ميكس كده ما بين الحاجات كده انشنت على حاجات يعتبر مع ميوزك مع ناس أنت بتحبها أصلا، فاليوم جميل جدا يعني. شعور جميل طبعا، وغير كده الموضوع في مصر بقاله كتير إن ده السيزون الثالث إن هم يعملوا كده، وغير كده اختيار جميل إن هو يبقى في القلعة. يعني من احلى الحاجات اللي حصلت من كتير قوي قوي. مهرجان كان مستمر على مدار 15 يوم، يمكن بكره الختام، ضم نجوم كتير جدا من نجوم مش بس مصر لا الوطن العربي، وشفنا يمكن اسعار التذاكر كانت في متناول الجميع، الجمهور قدر ان هو يحضر الحفلات دي في مهرجان محكى القلعه، سواء في القلعه نفسها اللي هي لوحدها كده حاله تانية. القلعه دي لوحدها لما تيجي تحضر فيها اي حاجه حاله مختلفه يعني، بتو
تنشر كده البهجة وحتى يعني الانتماء والفخر ب يعني الأروقة المصرية عامة، تاريخ المصري. بنتكلم على أسعار رمزية ضمت طبعا أو ضمها المهرجان. الجمهور كان مبسوط جدا، وهو مش بس بيحضر صحيح. المهرجان، لا كمان مش بيحضره يعني في القلعة بس، لكن كمان كان بيتفرج عليه في التلفزيون. كانت من الحاجات الجميلة. احنا هنفتقده جدا المهرجان ده، وكان عامل حالة زي ما انت قلتي. انا اتمنى من وزارة الثقافة ان هي تعممه في كل المحافظات، اتمنى ان هي تعمل لون ليه مثلا في محافظات القناة، يبقى فيه السمسمية وفرقها. في النوبة بنشوف فرق النوبة، في الصعيد نشوف الفنون الصعيدية بأكملها. أتمنى أن ده يتعمم، وأن هو يبقى بشكل مستمر، علشان يعني ننشر البهجة والفرحة اللي كانت موجودة في محكلة.